حياكم الله وحلقة جديدة بيوم جديد لماسكوت. ومن خلال حلقتنا اليوم عندنا تميمة جميلة قبل 20 سنة، يعني بردكم بالشريط شوية، لكن هذه البطولة هي لمحبي ومتابعي بطولة كوبا أمريكا 2004 بالتحديد، والتميمة كان حزتها اسمها تشاسكي. شنو تشاسكي؟ صح أجانب على أساميهم، هي يعني على حسب بيئتهم وطريقتهم والأسامي اللي هم متعارفين عليه، لكن تشاسكي مختلف والاسم هذا مختلف. يقولك ما خود من سعات الإنكا القدماء، يقولك لهذا السبب تم اختيار هالشخصية لكوبا أمريكا في بيرو 2004. بيرو تعرفون علمهم أبيض وعندهم خط أحمر، حلو. تشاسكي يقولك يتكون من هالشخصية البيروفية الأصلية ويلبس هذا القميص الخاص بالفريق البيروفي الأبيض وعليه الشريط الأحمر أو نقول متعدد الألوان على أيضا رأسه، ومن خلال الألوان أيضا عنده رشتين، ومن خلال هذه الرشتين مع الألوان يلعب أيضا بكرة وقدمي حافيتين. الظاهر البيروفيين وهم يلعبون كرة بس الأساس والبداية إنه يكون حفاي. الله ذكرتونا بقبل أيام التراب وحفاي، وتعال فتشج مع الوالد والوالدة شلون لا حافي ونجوتيك تعطيهم هذه بونقطع الحبل وراح. إي والله ينقطع، ليش ما ينقطع؟ على العموم هذه الذكريات الجميلة فعلا البيروفيين يذكرونها في 2004، يعني قبل 20 سنة، وفعلا كان الشاسكيون رسلهم لإمبراطورية الإنكا، وكانوا مشهورين بمهاراتهم الرياضية، وفعلا تم تصميمه على غرار الرسل الرياضيين في إمبراطورية الإنكا، وتم اختياره لتعزيز الأجواء الاحتفالية ولإشعار الجماهير بالترحيب والحماس لهذه البطولة. لذلك تشاسكي كان بهذا الشكل، عبارة عن واحد من البشر لابس اللبس الخاص في البيروفيين، وبهذه الطريقة وهو حافي يلعب كرة القدم. أكيد ملاعبهم كانت ترابية في هذا الوقت أكثر من الملاعب العشبية. استضافة بيرو بطولة كوبا أمريكا 2004، تخيل آخر مرة متى كانت؟ 1957 كانت على أرضهم، ومن بعد 47 سنة يردون يصدقونها، وتم الاحتفال فعلا يقول لك بعودة البطولة كمهرجان امتد إلى 7 مدن و7 ملاعب، وكلها تم فيها الاحتفال في كل ملعب، والحضور والحشود كانت كبيرة وضخمة. أكيد يعني بعد 47 سنة أنت ترد البطولة على ملاعبك، أكيد هذا الحضور يكون كبير. يقولك نظمت المسابقة من قبل طبعا اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم اللي هو كومي بول، وأقيمت في البيرو لاستضافتها للمرة السادسة في تاريخ 6 إلى 25 سبعة 2004. شاركت في هذه البطولة 10 دول من أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى 2 دولة تم دعوتهم لينضمون إلى هذه البطولة حتى يصيرون 12 فريق. الدولتين المدعوتين لهذه النسخة هما المكسيك وكوستاريكا. منو حقق هذه البطولة؟ اللون الأصفر. منو هو المنتخب اللي بلون الأصفر؟ هو البرازيل، وحقق هذا اللقب للمرة السابعة بعد نهائي جميل ومثير لكلاسيكو هذه البطولة، لكلاسيكو بطولة كوبا أمريكا، لكلاسيكو هنقول كرة القدم في العالم، الأرجنتين والبرازيل، بنهائي مثير جدا. المباراة بدت والبرازيل متأخرة بالنتيجة 2-1، والأرجنتينيين كلهم بالملعب واللي برا الملعب واللي بالأرجنتين نفسهم قاعد يحتفلون بالفوز وأنهم خلاص هم أبطال هذه البطولة. ولكن في الدقيقة 92 والثانية 45 من الوقت الضايع يجيلك واحد برازيلي ضخم ريلة ما ترحم، أدريانو البرازيلي اللي كان هو أبرز لاعبين هذه البطولة، يسجل هدف التعادل 2-2 ويروحون إلى ركلات الترجيح،
ويبتسم الحظ إلى البرازيليين ويفوزون على الأرجنتين 4-2 بقيادة المدرب منو؟ كارلوس ألبرتو باريرا. الله الله على هذه التشكيلة الجميلة من الأبطال، والله على النهائي المثير اللي حصلت في هذا يعني اللي ما تابع النهائي يقدر يدش اليوتيوب ويكتب هذا التاريخ ويكتب عن هذه البطولة ويشوف النهائي المثير ما بين البرازيل والأرجنتين، ويشوف هدف أدريانو والتعادل، ويشوف ركلات الترجيح. عين خل أقول لكم إنه كان حارس المرمى اللي كان للبرازيل هو خوليو سيزار، وهو نجم الانتر ميلان الإيطالي. إلى العقل المدبر منه وراء هذا اللقب منه؟ أدريانو اللي سجل آخر هدف لمعادلة النتيجة وودى فريقه إلى نقول ركلات الترجيح، وفعلا حط فريقه في المقدمة مثل ما قلنا في النهائي من عام 1919 لما سجل حزته منه فريدن رايش. أنا برجعكم ها بالتاريخ لما البرازيل سجل 1-0 ضد الأورغواي خلال الدقيقة 122 من المباراة، يعني قاعد يردنا في التاريخ أدريانو، وهذا الأمر سواه في هذه البطولة في 2004. أيضا أدريانو كان هو هداف البطولة برصيد 7 أهداف، وهو نفسه كان أفضل لاعب في البطولة، يعني ماكل الجو أدريانو وعلى كل اللاعبين. تم تسجيل 78 هدف في 26 مباراة بمعدل 3 أهداف بالضبط في المباراة الواحدة، وهو أعلى معدل من عام 1975 لهذه البطولة. طريق البرازيل بقوله بشكل سريع، من مرحلة المجموعات البرازيل فازت 1-0 على تشيلي، المباراة الثانية فازت البرازيل على كوستاريكا 4-1، المواجهة الثالثة مع البرغوي فازت البرازيل 2-1. المرحلة النهائية في ربع النهائي البرازيل فازت على المكسيك 4-0، والبرازيل فازت بركلات الترجيح 5-3 بعد ما تعادلت 1-1 مع الأورغواي. أما المباراة الختامية كانت 2-2 مع الأرجنتين، ومن ثم 4-2 في الركلات الترجيحية. مثل ما قلنا الفريق المثالي حصل عليه طبعا البرازيلي، وكذلك الحارس المرمى أفضل حارس مرمى لخوليو سيزر، والمدافعين أفضل مدافعين طبعا خافيير زانيتي وروبرتو أيالا من الأرجنتين، والبرازيلي خوان وداريو رودريغيز مدافع أيضا ولاعب كرة قدم الأورغواي. أما خط الوسط ذهبت إلى الأرجنتين لوتشو غونزاليز، والمكسيك بافيل باردو، والبرازيليين ريناتو وأليكس، في خط المقدمة كارلوس تيفيز وأدريانو. هذه أفضل تشكيلة لهذه البطولة تم اختيارها من اللجنة المنظمة كنجوم في هذه البطولة، بالإضافة إلى أفضل لاعب وهداف البطولة ذهبت لأدريانو البرازيلي. أنا أتوقع غطيت كل شيء في هذه البطولة من أحداث ومن تميمتنا الجميلة جاكسي، ها سويت الهواي اللي انت فيها البطولة. شكرا لبيرو على هذا التنظيم وعلى هذه البطولة، وشكرا للنهائي الجميل ما بين كلاسيكو العالم في كرة القدم ما بين البرازيل والأرجنتين. الوعد باكر. فمعنا